بسم الله، شوف ازاي ارسم شكل واخليه يقرر معايا. يعني خلينا نرسم نجمة مثلا بالشكل دوت، تمام. عايز اخليها ارسم واحدة تانية صغيرة، تمام. بدوس كنترول دي عشان تكرر معايا، وبعد كده هعمل سيلكت ليها، وعن طريق ان انا هدوس شيفت دلوقتي بقى عندي نجمتين عايز اكررهم. اروح اعمل سيلكت الاتنين مرة واحدة، تمام. واروح الاكستنشنز، جنريت فروم باس، انتربوليت، هعمل له هنا لايف بريفيو. هلاقي ان النجمة بدأت تظهر معايا بالشكل دوت، اقول له ابلاي كلوز. زي ما انت شايف اهيت. ممكن ارسم مثلا خط كبير وخط صغير واخليه يكرر بينهم. ممكن مثلا عايز اعمل كتاب في كذا صفحة، بروح ارسم اول صفحة واخر صفحة، وكل صفحة تتكرر بنفس الطريقة ديت.